ما هي التفاسير التي تنصح بقراءتها من تفاسير أهل السنة؟ وهل تنصحون بتفسير الظلال والكشاف للزمخشري؟ تفاسير كل ما كان أقدم فهو أحسن، كل ما كان أقدم تفاسير السلف كل ما تقدمت فهي أحسن، مثل تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، هذه تفاسير أهل السنة وهي تفاسير صحيحة مبنية على عقيدة صحيحة. وكذلك من التفاسير المعاصرة تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، فإنه أيضا خلاصة للتفاسير القديمة، ويهتم بالعقيدة والنهي عن الشرك. هذه التفاسير فيها خير إن شاء الله وفيها بركة. نعم.